نعمل سلطة الفواكه المجففة. وبالنسبة للفواكه المجففة طبعا رح تكون المواد بتاعتها كثير بسيطة وسريعة وخفيفة وكثير طيبة، ان شاء الله انها تعجبكم. عندنا الخس العادي والخس الامريكي، وعندنا البقلة، الملفوف الاحمر والابيض، تمام، والجرجير. هلا بالنسبة كمان الفلافلة حلوة، وعندنا هلا هون الفطر، وبالنسبة للبندورة حبيت اني احطها بندورة كرزية. هلا بالنسبة للفواكه المجففة حبيت اني احط الكرز المجفف زائد التمر وشوي من المكسرات، زبيب ومشمش مجفف. هلا بالنسبة للدريسك اللي هو الصوص راح يكون عسل، وراح يكون دبس رمان، زيت زيتون، وليمون وملح. تمام، هلا راح نبلش. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. راح نحط اول شيء الخس، نحطه بطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة، ما بياخذ وقت. يعني مدام ست البيت محضرة الامور، كان عندها عزيمة بتحب للعشاء بالليل، كمان امورها كتير بسيطة وكتير طيبة وفيها فائدة طبعا كتير، لانها كلها خضار طبعا، وطبعا الفواكه المجففة الزبيب والشغلات طبعا فيها فائدة كتير كبيرة وكويسة للجسم. هلا عندنا هون الجرجير، نحاول انه نوزعهم بطريقة انه ياخذوا كل الصحن. ان شاء الله تكون بسيطة وزاكية، وان شاء الله لكم رح تحبوها. نحاول ندخل شوي من الالوان، ندخل هون اللي هو الفلفل، او انه نبلش اول شيء بالملفوف الابيض. هلا اللي ما بحب الملفوف الابيض او الاحمر بقدر انه يستغني عنه، طبعا الموضوع هذا بيرجع للاذواق، بس هو بيعطي كمان نكهة طيبة، والملفوف حارق للكوليسترول، وبنفس الوقت كتير زاكي وخفيف وطيب. تمام، هلا عندنا هون البقلة، او خلينا نحط اللون الاحمر وهو الفلافلة، ندخل شوية الوان كالوان ومناظر، ما حستغنى عنه هذا. نحط الفلافلة بالالوان، تحب الاحمر الاخضر الاصفر، ارجع للازواق الشغلات اللي تحبوها انتو، هي الاخضر كمان. تمام، موضوع كتير ان شاء الله بسيط وسهل، وراح ان شاء الله يعجبكم وتحبوها، وفيها فائده كتير كبيره بالذات الخضار والفواكه، لانه احنا اكلنا اكتريته اللي هو الرز والخبز. طبعا عندنا هون البقله، البقلة زي ما في حدا، في ناس كثير انا بعرف انه مثلا ما بيحبوا البقلة مع انه كثير فيها فائدة، بس برجع لكم اذا انتم ما بتحبوها بتقدروا تستغنوا عنها. طبعا عندنا الفطر كمان، يعني هيك كله بس زي ما بقولوها ترتيب فوق بعضه، بعطي منظر كثير مرتب ان شاء الله وحلو، ان شاء الله يعني يعجبكم ان شاء الله. تمام، وهلا هون رح نحط هلا اللي هي البندورة، البندورة الكرزية. حط كل الاغراض فوق بعض. الدريسنج حنعمله بطريقه انه حنديره عليها عشان ما تدبل الخضره وتروح الفائده منها. اخر شيء حنحطه هلا هون، حنحط هذا كرز اللي هو الكرز المجفف. هلا هون رح نحط اللي هو التمر، التمر كثير مفيد، الكل بيعرف انه فيه فوائد كثير التمر، طعمته طيبه. وطبعا التمر مش من النوع اللي فيه سكريات، يعني ما اللي عنده سكر ما يخاف، بالعكس اموره بسيطه حتكون كثير. وعندنا هون شويه مكسرات، عندنا هون الزبيب، عندنا هون مشمش مجفف والزبيب. هلا هيك ان شاء الله الامور هي زي ما انتم شايفينه. تمام، هنعمل هلا الدريسنج قدامكم. انا حبيت اني اخلطه بمرتبان، هذا اللي هو دبس الرمان، هذا عندنا العسل، هلا عندنا زيت الزيتون، وضل عندنا اخر شيء اللي هو الليمون والليمون.
طبعا مع الملح، طبعا مع رشه ملح بسيطه وكتير. بنحاول انه نخض خط ليه بتتجانسوا اكثر مكونات مع بعض، عشان العسل والدبس ضل مجمدين شوي بالنسبه مع ال. يعني لقيت انا هاي الطريقه كثير حبيتها، ولقيتها كثير سهله وبتعطيني يعني الشيء اللي انا بدي اياه بالنسبه للصوص. طبعا بندير هذا وبنحاول بالذات هذه الصوص كرمال انه الفائده تكون اكثر، انه وقت التضيف انه تتجهز وقتي. صحه وعافيه هنا، وان شاء الله انا تعجبكم. صحة وعافية. هاي بيجي من هاي.